بشأن مقابلة ليلى، يعني صراحة مقابلة اليوم ستكون مقابلة تكتيكية بامتياز. هذه المقابلة يفترض بها، يعني كانت راح تلعب في نهائي بطولة العالم الموسم الماضي، لكن للأسف كان الاتحاد العالمي له رأي آخر من أقصى إيمان خليف يعني تعفسا. ولكن اليوم كل شيء مختلف. طبعا الملاكمات برهنوا على أنهن يعني ملاكمات من طراز عالي. اليوم نهائي آخر، نهائي أكبر حدث رياضي في العالم، نهائي الألعاب الأولمبية التي هي حلم أي رياضي يشارك في الألعاب الأولمبية. الملاكمة الصينية طبعا هي بطلة العالم في السابق، فبرهنت اليوم على أنها بطلة بامتياز. كذلك إيمان خليف، يعني إمكانات إيمان خليف اليوم أصبحت يعني مشهورة عالميا، ليس فقط من جانب الأداء، وإنما حتى من بسبب يعني تصريحاتها وموقفها، الذي نقول يعني صعب جدا أنك تكون في مكان خليف وتتحمل كل هذه الضغوط، يعني ضغوط مقابلات وزيد لها ضغوط العالم الذي أجمع يعني كله يتكلم عليك. فصراحة اليوم إيمان خليف يعني لازم، خلينا نقول، تدرس، فالعامل النفسي بتاعها يجب أن يدرس. فاليوم إن شاء الله قلت أن المقابلة راح تكون تكتيكية بامتياز. الملاكمات يعني كل الأوراق مكشوفة، نقاط القوة والضعف كل منهما يعني راهي واضحة. طبعا أملنا اليوم في إيمان خليف كبيرة وحظوظها وافرة اليوم بسبب يعني الجانب الـ يعني ستاف تكنيك اللي معاها، فما يخفلكش يعني عندها مدرب كوبي، يعني هو يعتبر من بين أفضل المدربين على الساحة العالمية. فأكيد راهم درسوا الخصم، درسوا الملاكمة الصينية، واليوم خلينا نقول إن شاء الله إيمان خليف راح تقول كلمتها. راهي واجدة من كل النواحي، تقنيا، ذهنيا، بدنيا، كما شفناها في المنازلة السابقة اللي سيطرت على كل الجولات. فإن شاء الله اليوم إيمان راح ترفع الراية الوطنية مرة أخرى، وإن شاء الله تعود بالمعدن النفيس، وأي معدن يعني تعود بميدالية ذهبية في ألعاب أولمبية في سماء المستعمر الفرنسي سابقا، ونسمع النشيد الوطني هناك، يعني هي حلم صراحة. فإن شاء الله أنا متفائل إنه تكون ميدالية ذهبية أخرى للجزائر، ورانا ننتظره في المقابلة بشغف كبير. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.